مشروع القطار الكهربائي، السلام، العاشر من رمضان، العاصمة الإدارية. تبلغ مساحة مبنى المحطة الرئيسي 10,000 متر مربع، وتتكون المحطات السطحية من طابق أرضي وأول. تم استغلال الطابق الأرضي وواجهات المحطة تجارياً لإتاحة الخدمات لركاب القطار وأهالي المنطقة. يمر أسفل الكونكورس قطار السويس، حيث تم تصميم المحطة بممرات مخصصة لعبور القطار داخلها. كما سيتم إنشاء كباري للمشاة لربط الساحات الشمالية والجنوبية، وذلك لعبور الطريق السريع والوصول للمحطة من مختلف الجهات بسهولة وأمان. يتيح الطابق الأعلى تبادل الحركة بين الجهتين الشمالية والجنوبية، ووصول الركاب للرصيف الشمالي لاتجاه العاصمة الإدارية أو العاشر من رمضان، وكذلك الرصيف الجنوبي لاتجاه عدلي منصور. يسعدنا أن نصطحبكم معنا في جولة داخل المحطة. لأول مرة تم تصميم ساحات انتظار السيارات بمساحة إجمالية تبلغ 25,000 متر مربع، وبسعة تصل لألف مكان انتظار، وذلك بثلاث مناطق مختلفة: الجهة الشمالية من طريق الإسماعيلية أو الطريق الإقليمي، بالإضافة إلى ساحتي انتظار شمال المحطات وجنوبها. سيتمكن الركاب من صف سياراتهم داخل أماكن الانتظار، ومن ثم الوصول للمحال التجارية أو الدخول مباشرة للمحطة. عند الدخول للمحطة سيتاح للراكب التوجه إلى المناطق التجارية والمطاعم بالطابق الأرضي أو الصعود للطابق العلوي باستخدام السلالم والسلالم الكهربائية أو المصاعد لأصحاب الهمم. تبلغ مساحة الساحة العلوية 2000 متر مربع لاستيعاب حركة الركاب التبادلية بين الاتجاهات المختلفة. سيتم إتاحة ماكينات TVM Ticket Vending Machines، وذلك للقضاء على الزحام المعتاد بشباك التذاكر، وإمكانية وضع الماكينات بمواقع مختلفة وسهولة الحصول على التذاكر. وكذلك تتيح عبور الركاب القادمين من جنوب المحطة فوق مسار القطار للوصول لرصيف القطار الكهربائي. بعد الحصول على التذكرة يتوجه الراكب إلى السلالم للنزول إلى الرصيف الشمالي أو الجنوبي حسب الوجهة التي يختارها. يبلغ طول الرصيف 120 متر طولي وبعرض 8 أمتار، ويسع عدد 20,000 راكب في ساعة الذروة. سيخدم القطار الكهربائي أكثر من 200,000 راكب يومياً في 2022، ويستوعب حتى 1,000,000 راكب يومياً بحلول عام 2037.